أولا لا شك أن خطاب الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر قد جمع فأوعى في كل الاتجاهات التي ينعقد في ظلها المؤتمر الشعبي العام، ولهذا فكل ما سيدور من حوار ليس إلا تعليقا وحواشي على ذلك الخطاب التاريخي الهام. والمؤتمر ينعقد في ظل ظروف غير عادية إقليميا ودوليا، ولكن ذلك لا يجب أن يلهينا عن النظر في شؤوننا الداخلية، ولذلك فإن المؤتمر أيضا سيركز على القضايا الداخلية بحيث يلامس هموم الشعب وقضايا الوطن. كما قال الأخ الرئيس أن الأحداث والظروف القائمة لا يتوقع أحد أنها بعيدة عنه، ولكنها ستؤثر علينا جميعا، وهذا لا شك له دوره في أن المؤتمر الشعبي العام يحشد كوادره جميعها في سبيل مواجهة أي موقف طارئ، وبالتالي فالتأثير الخارجي قائم، لكن كما قلت نأمل أن لا يكون ذلك عائقا في أن ينظر المؤتمر الشعبي العام إلى هموم الناس وقضايا الوطن الداخلية. المؤتمر العام السادس والحريجة مكرس لهدفين، الأول إحياء الذكرى 20 لقيام المؤتمر الشعبي العام، وهذه الذكرى تمثل بالنسبة للمؤتمر كما بالنسبة للوطن ذكرى غالية، لأنها ليست فقط مجرد إنشاء حزب أو تكوين حزب، هذه الذكرى تذكرنا بتدشين الديمقراطية في بلادنا، بتأسيس أول عمل ديمقراطي. الهدف الثاني لعقد المؤتمر العام السادس الدورة الثانية هو الاستعراض وثائج هامة جدا تتعلق أولا بتعديل النظام الداخلي ومشروع تعديل النظام الداخلي، والنقطة الثانية تتعلق بالاتجاهات العامة لبرنامج المؤتمر الانتخابي الذي نستعد به لخوض الانتخابات النيابية القادمة، طبعا بما سيحدد على المؤتمر من مهام تاريخية قادمة، وبما أيضا سيستعرض من كشف حساب لإنجازاته الماضية. أهمية هذا المؤتمر السادس أنها أيضا تأتي في مناسبة هامة، وهي إحياءنا الذكرى 40 لثورة سبتمبر المجيدة، التي نعرف أنها الأساس لكل ما أنجزناه ولكل ما ننجزه اليوم، لكن لا شك أن المؤتمر العام السادس أيضا عندما يتطرق إلى إحياء الذكرى 20 لقيام المؤتمر الشعبي العام هو ليس فقط اهتمام حزبي خاص بأعضاء المؤتمر، بل بالوطن، لأن احنا نعرف كيف دام الميثاق الوطني، كيف دام المؤتمر الشعبي العام، كيف أفسحت المجال أو أفسح المجال لجميع الأحزاب لتشارك في العمل السياسي في إطار ديمقراطي وطني. احنا في المؤتمر الشعبي العام حقيقة هذا اليوم أعطى خلاصة لقيادته لهذا البلد من خلال كلمته الهادفة والبناءة التي تضمنت الاتجاهات الرئيسية والملامح الرئيسية للقيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وتحمله مسؤولية المؤتمر الشعبي العام والتي تعتبر مسؤولية الوطن بصورة عامة. فمن خلال قيادته تحققت الكثير من الإنجازات التنموية، كثير من الإنجازات الاجتماعية، كثير من الإنجازات لترسيخ دعائم الإخاء والتسامح، وهذا أهم شيء في قيادة الأخ الرئيس من خلال تسامحه وإخائه وصدقه مع مختلف شرائح المجتمع. حققت المرأة قفزة نوعية متميزة في تواجدها في المؤتمر الشعبي العام، يمكن هو التنظيم السياسي الوحيد المتميز بوجود كثافة نسوية تصل إلى ما يقرب الآن من أكثر من 400 ألف امرأة.
وأيضا كثير منهن من ذوي الكفاءات والخبرات القيادية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أن المؤتمر الشعبي العام مثل الخطوة الأولى على طريق التعددية السياسية وكذلك احترام الرأي الآخر، وذلك منذ تأسيسه لأنه جاء نتيجة حوار طويل بين مختلف القوى السياسية، وذلك عندما تشكلت لجنة الحوار عام 80 في مايو عام 80 واستمرت حوالي سنتين ونصف، وجاء نتيجة هذا الحوار قيام المؤتمر الشعبي العام كأداة لتنفيذ ما ورد في الميثاق الوطني الذي مثل حصيلة ذلك الحوار والذي مثل النقاط المشتركة بين مختلف القوى السياسية. وكان ذلك أول اعتراف من القيادة السياسية ومن الدولة وبوجود هذه القوى ولو بصورة غير مباشرة، وحقيقة أنه تمكن المؤتمر من خلق أواصر التآلف والترابط بين هذه القوى التي كانت ربما في الأغلب يعتبر اللقاء بينها صعبا، ولذلك نعتبر أن المؤتمر قد أسس للديمقراطية وللشورى منذ ذلك اليوم، أي منذ تأسيسه عام 1982 في 24 من أغسطس. الواقع أن خطاب المؤتمر الشعبي العام لم يكن خطابا تنظيميا ضيقا، بل كان خطابا يمثل صوت الشعب في كل تشكلاته السياسية والفكرية. وقد حقق المؤتمر خلال 20 سنة الماضية هذا الإنجاز المتعاظم في أن يصبح إعلامه إعلاما لليمن برمته. وخلال المرحلة القادمة فإن المؤتمر الشعبي العام سيحافظ على هذا النهج الديمقراطي في المسار الإعلامي، وأنه يمثل مصالح الشعب ويمثل مصالح الجماهير، كما أنه سيستخدم الوسائل التقنية الجديدة في استخدام الانترنت كوسيلة من وسائل الإعلام الجديدة، وكذلك الوسائط المتعددة. والغاية هي أنه يعكس التعددية السياسية والحزبية القائمة في الوطن. والمؤتمر تميز بقبوله النقد والبناء والتعديل، وهذا ما يخلق لديه القوة والإمكانيات.